غرام نعيمة مقيمة من مدينة أحفير وزايدة في مدينة أحفير، ويتيمة الوالدين عايشة بوحدي في المغرب. عندي خوتي ثلاثة في الجزائر، ما عندي حتى واحد هنا في المغرب. عايشة غي أنا وأختي وبناتها، صافي هادشي اللي كاين. كنطلبوا منكم تعاونونا باش تحلنا الحدود، نشوفوا احبابنا، نشوفوا خوتنا، نشوفوا هما يشوفونا حنا نشوفوهم. تحرمنا منهم وتحرموا منا. عندي بنات اختي ما كيعرفوهمش خوالهم، انا كيعرفوني انا، بصح بنات اختي ما يعرفوهمش خوالهم. لو كان يدخلوا هما ما يعرفوهمش، وهادو ما يعرفوش خوالهم. هذا الشيء اللي رحنا فيه ماشي هو هذاك. كنطلبوا منكم غير تعاونونا باش الحدود تحل، نشوفوا احبابنا ويشوفونا. هذا الشيء اللي كنطلبوا منكم، ما كنطلبوش منكم شي حاجه اللي واعره. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.